اهلا بحضراتكم من جديد. بينضم لي في هذه اللحظات الاستاذ لطفي سقعان الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ لطفي اهلا بيك. اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. انت اللي منور الدنيا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. عندنا ملفات كتير جدا هنتكلم فيها كالعاده، وبالتحديد الاهم بالنسبه لنا دايما النادي الاهلي والتحديات اللي بيمر بيها على مدار هذه المرحله. هو انتهى من تحدي المحلي مؤقتا بمسيره رائعه 12 انتصار متتاليه. عايز اخد رايك الاول في هذه المسيره المحليه، وبعد كده نتكلم باستفاضه عن ما هو قادم والاهم بالنسبه للنادي الاهلي. هي كالعاده الدوري طبعا بيسير في اتجاه النادي الاهلي بشكل من البدايه، لان مستوى البطوله لا يرقى بالروح التنافسيه اللي موجوده، خصوصا مستوى البطوله فنيا. نعم طبعا، ان المنافسين كلهم اما متعثرين فنيا، اما متعثرين اداريا، اما متعثرين ماديا، اما متعثرين اجتماعيا. فبالتالي الاستقرار في النادي الاهلي مديله ميزه تختلف عن بقيه الانديه اللي موجوده. وده مهم جدا، سواء استقرار اداري او استقرار فني، ان الاثنين لابد ان هم يجتمعوا مع بعض، ما يتخلوش عن بعض. صح. عشان تقدر تنجح وتستمر. صح. في طريقك بهذا الشكل. الجماهير النهارده بتضمن يعني محدش يحصل القطر. فامر طبيعي جدا ان النادي الاهلي يكون متربع، امر طبيعي جدا ان النادي الاهلي بحجم خبراته، بحجم لاعبيه، بحجم الهدوء، بحجم الاستقرار، بحجم الامور الفنيه، بحجم البطولات اللي بيدخلها، بحجم ان بقى عندي مرحله جديده ان انا بكون فرقه بشكل كبير للمستقبل. على اعتبار ان انا بقى لي فتره طويله كنت معتمد اعتماد كلي وجزئي على عناصر الخبرات الرئيسيه في الفريق، وده بيحصل في سنوات الاحلال والتجديد دايما. لما تيجي تكون فريق امر طبيعي انك انت يحصل لك دروبات في الطريق. تمام. لكن في النهايه وانت بتكمل بتمشي بقوه الدفع فترات، ثم تستقر على الخبرات المتنامية خلال المشوار. حلو. اللي هيبقى فيها مثلا ان انا عندي لعيبة صغيرة بتبدأ احطها في الفريق، ببدأ اثبتها بشكل اساسي. لعيبة جديدة ببدأ اوجدها في الفريق بشكل او باخر، او على جرعات معينة بيحددها المدير الفني، على اعتبار ان الانسجام والتوافق بين اللعيبه بيتم ايه بشكل مرحلي، ما بيتمش بين يوم وليله. فده كله بيبقى واخد مراحله الطبيعيه جدا في هذه المرحله. انت فتره طويله جدا كان الاهلي قوامه الاساسي لعيبته الكبار مش اللعيبة الصغار، بدليل عدد كبير جدا من اللعيبه جم النادي الاهلي وخرجوا منه دون ان يكون هناك لهم ذكر سوى انهم انضموا وخرجوا. فامر طبيعي المسابقه انها ماشيه بهذا الشكل. حضرتك شايف ان الاهلي دلوقتي في مرحله احلال وتجديد من وجهه نظرك؟ طبعا. انت النهارده عندك كام لاعب النهارده في سن قريب جدا، عندك اللعيبه الكبار، بدات المساله تبدا تحدد امورك فيها بشكل كبير. يعني بالنسبه احمد فتحي، وليد سليمان، اكرامي، عاشور، يعني عندك اسماء برضو لابد انها موجودة عندك في الحسبان عشان توجد بديل لكل واحد دول في مكانه. ده إحلال وتجديد. بس في نفس الوقت حتى لو بحضرتك بتعمل إحلال وتجديد لازم يبقى فيه يعني تناسب أو توازن ما بين عناصر الخبرة وعناصر الشباب، وده أمر طبيعي وده اللي بيحصل. أمر طبيعي. ما أنا بعمل إحلال وتجديد ما بشيلش الكبير وأجيب الصغير. يعني أنا بحط الصغير وسط الكبار يتعلم وياخد منهم وينقلوا له خبراته، عشان بعد كده ده الصغير ده هيبقى كبير. الصغير ده هو اللي هيبقى. شايف ان الاهلي قطع كام في الميه من مشواره نحو الاحلال والتجديد للفريق؟ لان هو في الحقيقه ابتدى بقاله فتره في هذا الملف، او بخصوص التجديد الدماء في الفريق يعني بالتحديد. نسبيا ما تقدرش تقول النهارده ان الاهلي وصل لمرحله رقميه. ليه؟ عشان عندك بطولات في افريقيا وعندك بطولات دوري وكاس، فانت شغلك البطولات اكتر ما شغلك النسبه. وبخلاف ذلك عندك اصابات، فامر طبيعي ان ده كل ده بيعوق ان انت تحط نسبه. احط نسبه امتى؟ يعني بعد فتره زمنيه، بعد الموسم ده ما ينتهي. اقدر اقول والله الموسم ده الاهلي وصل في الاحلال والتجديد 40% او وصل 60%، بعد الموسم. لكن
في بداية الموسم أو مرحلة ما قبل الدور من نهاية الدور الأول بتبقى المسألة صعبة، خصوصا وإن أنت في حالة من المشاركات المتعددة مخلياك دايما مركز. طب أنا خلاص أنا ماشي في الدوري كويس، طب أفريقيا هلعب فيها إزاي؟ طيب فوجئنا في كاس، طب أنا هسيب الكاس برضو، ما أنا لازم برضو بلعب عليه. بيبقى عايز يكسب أي بطولة، أمر طبيعي. أمر طبيعي، خصوصا إن ده حتى في أي مرحلة التارجت بتاعك يعني. ده التارجت بتاعك اللي أنت يعني مركز عليه، ده مهم انك انت تبقى ايه عندك اهداف عايز تحققها، لكن على المدار الطويل بعد الموسم تقدر تقول انت وصلت لمرحله كذا، وصلت لمرحله كذا. طب واستكمال المرحله هل هيبدا من الموسم الجاي ولا انت هتثبت على الموسم الجديد؟ هتثبت دول وتحاول تطعم بس ايه من ولادك اللي انت مديهم اعراض بره انهم يرجعوا تاني؟ دي سياسه مهمه برضو، وده مهم برضو ان انا هي سياسه الاعاره النهارده اللي ما عندوش فرصه عندي انه يلعب، لا لازم اديله فرصه انه يحاول يجتهد وخبرات تتفرج عليه وهو يحط نفسه تحت ضغط المباريات، تحت ضغط المباريات برضو، ما يبقاش قاعد فتره طويله وما دي مش ياخد منه حاجه. وفي كلتا الحالتين النادي خسران واللاعب خسران. طيب تفوق النادي الاهلي محليا ومسيرته الافريقيه ماشيه بالشكل المعقول حتى الان، لسه الفرص كلها امام النادي الاهلي ان شاء الله للصعود حتى كمتصدر للمجموعه، هل ده بيعني نجاح النادي الاهلي في سياسته بخصوص احلال وتجديد الفريق حتى الان؟ هل الاهلي نجح في كده؟ هو النتائج والارقام، هو ربما انا بيبقى الاحلال والتجديد انا مجبر عليه. حلو. على اعتبار ان انا بقالي فتره ما عنديش احلال وتجديد، فربما الظروف احيانا بتخليني اتحط في وضع معين. انت اجبرت على هذا الاجراء الاحلال والتجديد، وده كان واضح من اختيارك لنوعيه المدير الفني اللي جاي. حلو كويس، وده برضو يكمل الرغبه ان النادي الاهلي كان عايز يعمل احلال وتجديد، او بمعنى اصح بكون فرقه المستقبل للنادي الاهلي يعني. ما بيعمل مشروع. فطبيعي ان انت بتجيب كل ادواتك سواء لعيبه او اداريين او مدربين او فنيين او متخصصين او تسويق، اللي هو كل ما هو يخدم على هذا القطاع الكبير. فامر طبيعي جدا ان انت ماشي في نفس مرحله الاحلال والتجديد، وانت ماشي في الطريق هيقع منك ناس، ده امر طبيعي. تمام. وانت ماشي هيعلى ناس، امر يتطور بعض اللاعبين، هيتطور بعض اللاعبين، بدليل ان احنا بنشوف بعض اللعيبه النهارده كانت الناس شايفه انهم غير لائقين بالاهلي وغير مكملين للفانيلا الحمراء وبعيدين تماما عن الصفوف، وربما تكون صفقات طالها البعض بالسخريه وطالها البعض الاخر بالطعن، تعددت الاراء، لكن في النهايه المشوار ما بتحكمش عليه من مباراه، ما تقدرش تحكم عليه من نص موسم، لا التقييم يبقى موسم كامل ان انا اقدر اقول ده راح فين وده جه منين وده انتاجه ايه بالنسبه لي، عمل كم مباراه، لعب ما لعبش، شارك ما شاركش، انتاجه بالنسبه للمدير الفني هل مستجيب للمدير الفني بيتعاون معاه، هل المدير الفني شايف ان في امل فيه؟ ما ده برضه جزء من ادواتك، جزء طبعا من ادواتك، وانت بتستعرض خططك المستقبليه. بالظبط. طيب الاهلي حتى الان في بطوله الدوري احرز حوالي 35 هدف في 12 مباراه واستقبل هدفين بس، بتشوف ازاي الارقام دي؟ وهل ده معناه ان مفيش منافسه، او فنيا زي ما حضرتك قلت في البدايه ان الانديه الاخرى مش بالمستوى المطلوب في بطوله الدوري، ولا معناه تفوق النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي وقدراته هي اللي غلبت؟ في 16 نقطه فرق بين ليفربول ومانشستر، ولو ليفربول كمان الماتش متاجل يبقى 19 نقطه، 19 نقطه. يعني هنا انا هل هقدر اقول ان الدوري الانجليزي في تفوق وفي الفرق بقيه الفرق مش عايزه مش قادره تلحق الفريق؟ بالعكس. تمام. هي هنا الهدف اختلف. الهدف اختلف في ايه؟ ان ليفربول الموسم اللي فات فقد الدوري على نقطه فعلا، فكان الطبيعي ان هو هيدافع عن حلمه هذا الموسم من تمام. اول مباراه بشكل كبير جدا ان هو يركز اتعلم ان هو نقطه زي ابعدته عن البطوله. مهم جدا ان هو يركز من اول البطوله، فامر طبيعي ان هو خد سلك طريقه. تمام. نرجع للاهلي، الاهلي برضو سلك طريقه من البدايه على اعتبار ان المنافسه كانت محتدمه كبيره جدا في السنه اللي فاتت على مستوى وعلى مستوى الاعلام.
المنافسه خارج الملعب كانت اعلى من المنافسه داخل الملعب. اعلى المنافسه، لان النهارده السوشيال ميديا، برامج، صحف، مجلات، كل دول الكلام عليهم اعلى من المستوى الفني اللي احنا شايفينه، بدليل ان الكابتن حسام البدري لما قال ان القماشه في مصر قليله وانا مش لاقي عناصر كتيرة، فعشان كده بفتح القاعدة ربما ان انا يبقى عندي عناصر كتيرة. بدليل ان احنا النهاردة لو جينا نقيم هدافين الدوري المصري هنلاقي اللي بيتصدر الهدافين خصوصا من الافارقة، لان انا مش هعول على اللاعبين المحليين لان ما عنديش هداف بالمعنى الكلمة اللي انا اقول ان الهداف الدوري سين او صاد. لما يبقى سيف الجزيري هو اللي بيعتلي والمقاولين، ما يبقى عندي لاعب من المصري صدرت الاجانب يعني الأجانب. مصر. انا بتكلم عن الاجانب بالزبط. لان النهارده احنا كلنا في سوق التعاقدات في يناير، امر طبيعي ان كله بيجري على الفرود، كله بيجري على الصياد للاهداف ان اللي خلص ماتشات يعني بقت عمله نادره دلوقتي شويه. هي المساله او في مصر بالتحديد بقى لنا فتره، احنا وصلنا لمرحله لما كنا فاتحين احتراف حراس المرمى ما كانش عندنا حراس مرمى. لما قفلنا حراس المرمى بقى عندنا اكتر من حارس، والانتاج بقى موجود. لكن النهارده احنا ما فكرناش في القصه دي فنيا، رغم ان دي مسؤوليه اتحاد الكوره ان هو يفكر فنيا. لما اجي اقول النهارده ومسؤوليه المنتخب كمان ان هو يقول لاتحاد الكوره لا انا هيبقى عندي ازمه في المركز ده مستقبلا، فما ما تخليش انديه تتعاقد مع حد في المركز ده. يعني طب هل الكلام ده ممكن يبقى منطقي او احترافي؟ لا هو مش احترافي، لكن هي الفكره في ايه؟ ان انا اقدر اقلل يعني اقلل من المساله، لكن ما منعهاش، لان انا النهارده انت انا مش محترف. اصل هقلل بس هكمل كلامي بس عشان انا مش محترف في ايه؟ ان انا دوري بتاعي مش دوري محترفين. تمام. احنا بنتكلم، الناس بتتكلم ان لا ده الدوري فيه الدوري فيه محترفين، ولكن هو ليس دوري المحترفين. صح. عشان نبقى واضح، عشان بس ما حدش يقتطع كلامي. تمام. انا ما عنديش دوري محترفين، فامر طبيعي خلاص انا هاوي، لكن لما تيجي تطبق دوري محترفين افتح كما تشاء. افتح كما تشاء. بس هتبقى ساعتها نفس الازمه. في ايه؟ فمثلا لو حضرتك بتتكلم عن مركز المهاجم بتقول ان احنا محتاجين ممكن يبقى في تفكير او منتخب يطلب من اتحاد الكوره ان المركز ده ما يبقاش فيه تعاقدات فيه مثلا. ما عندوش اجنبيه يعني. لا ما هو النهارده يعني بقول لك هم عملوها في مركز حراس المرمى عشان ده مركز واحد. بالظبط. انما مش هقدر اقول لا المهاجم ما تجيبوش او اللاعب الوسط ما تجيبوش او لاعب المدافع ما تجيبوش. لا مش هتقدر تقولها. بقول لك يعني هم حتى لو هم بيوصوا بالكلام ده يبقى في اولويات للمهاجمين اللي موجودين. طب انت شايف مين اللي فيه الامل تدعمه؟ بمعنى كلمه تدعمه. يعني لو ما هي صناعه. طبعا. الصناعة ايه بقى؟ انا لو شايف فيك امل ان انت هتبقى المهاجم رقم واحد في مصر. طيب وشايف ان انت بتلعب في نادي قليل. فابدا الفت نظر نادي كبير. شوف برضو عشان الناس تستوعب انا كمين الصناعة. كمين انا اللي هلفت نظر النادي الكبير؟ مسؤول يعني اتحاد كوره. جهاز فني منتخب كده. ليه لا؟ هو زي ما الكابتن احمد ناجي يكلم عواد على الاهلي. التصريحات كانت كابتن تصريحات عواد دي كانت يعني ايا كانت المساله حصلت او ما حصلش او انا هاخدها لك كمثل. تمام. ان ده امر طبيعي جدا. الناس برضو بتتعامل مع الموضوع ان ده احمر وده ابيض. يا جماعه اما بتلاقي حاجه عشان تقدر تثقل الحاجه ديت ممكن انت هتبقى كويس في مكان تاني، هتبقى اعلى في مكان تاني. انت كويس وكل حاجه بس هتبقى اعلى قوي في مكان تاني. فهنا دي صناعه الكوره وصناعه اللاعب. هي المسألة ما بتتاخدش ان ده مصنف وده مصنف، بالعكس هي المسألة ليها ابعاد تانية. عشان يبقى عندي صناعة صح ابدا اقول والله سين ده هيبقى مهاجم كويس يا جماعة، بس هو النادي اللي فيه والعناصر اللي معاه مش مؤهلين ان هو يبقى يتقدم خطوة لامام. زي بالظبط ما بتبقى في مدرسة مع مجموعة ليست متفوقة ومجموعة متفوقة. الأمر بيختلف هنا وبيختلف هنا. تماما. هنا أنت بتنزل لتحت وهنا بتطلع لفوق. هي دي الفكرة في كلامي. أنا بحاول أبسط الأمور برضو عشان اللي بيتفرجوا علينا برضو يبقوا إيه معانا. فأمر طبيعي النهاردة لو في حد كويس ما الجهاز الفني يقول يا جماعة خلي بالكم في اتنين كويسين. ليه بقى النهاردة هقول جهاز فني ليه؟ لأن ما عادش عندي حد فاضي للموضوع.
بدليل ان في تعاقدات كتيره جدا بتتم في الانديه وبتنتهي بعد التعاقد. بس الكلام ده بيحصل في كل حته في العالم دلوقتي مش في مصر بس. جميل. يعني انت مثلا في العالم كله دلوقتي اي فريق بيتعاقد مع اي لاعب وارد انه ينجح وارد انه يفشل وارد انه يمشي بعد 6 شهور. مفيش ادنى مشكله. مفيش ادنى مشكله. لكن ما يبقاش اكتر من لاعب. ما يبقاش اكتر من لاعب يعني. ما في ما يبقى عندي نسبه 1% غير ما يبقى عندي نسبه من 20-30%. لا كارثه ان انا من 20-30% رقم. يعني لو جينا عددنا اسماء كتيره فاكتر من فريق في ناس راحت وجت وراحت وجت ما حدش حس بيها خالص. يعني ربما ان الناس بيجي اسمائها في مع فرقه تانية دلوقتي ده مش ده اللي كان راح فين وجي منين ده مش ده كان خد لفه كده وبعدين اختفى. طب هل القصه دي بتترتب على شخصيه اللاعب نفسه اللي مثلا نادي كبير زي اهلي او زمالك او اي اسم كبير يعني بيتعاقد مع لعيب فهو بيبقى بيتفرج عليه في مع النادي القديم بيشوفه بيتالق وما شاء الله لعيب جامد جدا لما بتيجي تتعاقد معاه ما بيظهرش بالمستوى اللي انت بترغب فيه. هل دي بتترتب على شخصيه اللاعب نفسه ما بيقدرش يتحمل كم الضغوط الهائل اللي بيبقى على الانديه الكبيره؟ على اللاعب وعلى الرؤيه بتاعت الشخص اللي فكر في اللاعب. لان انا لما اجي اتعاقد يعني عشان احنا قاعدين جنب بعض هتعاقد معاك تمام، فانا لازم اكون وانا بتعاقد معاك اللي انا بتفاوض فيه معاك ابقى عارف عنك كل حاجه، مقاومتك الشخصيه مقاومتك ايه ودنيتك ايه عشان اقدر هتعاقد معاك ليه كويس. انا بفكر فيك النهارده عشان تعمل لي نقله في الفرقه فده مش موجود فخلاص طب انا هتعاقد ليه. التعاقدات في مصر بتتم بالنوايا والعلاقات. انا نيتي حلوه معاك وبتاع وهمشيك في الكلام ده يا جماعه بس مش على كل الانديه يعني بعض الانديه عشان بس الكلام يبقى واضح بعض الانديه. اتفضل. لا انا بقول الكلام على مسؤوليتي طبعا. انا عارف بس يعني بنوضح الامور. الكلام بيتم في مصر عموما على هذا الاساس بدليل ان كم لاعبين هو انت ليه بتتعاقد مع الناس وبعدين ترجع تمشيها او تسيبها او تبيعها او تتخلص منها باي شكل لان الناتج العام بتاعها مفيش خلاص. ده امر طبيعي بس الاغلب دايما يا استاذ لطفي ان بيبقى الموضوع متعلق زي ما قلت لحضرتك بشخصيه اللاعب لان ممكن يكون لاعب انت شايف مقاومته الشخصيه اللي بيتعاقد بتبقى مميزه. اللي بيتعاقد لازم يعرف شخصيه اللاعب بشكل كويس. اوكي انت ممكن تبقى عارف شخصيته ان هو شخصيه راجل ملتزم لعيب ملتزم شخصيته قويه في الملعب كلام من ده لكن في انديه ما تقدرش تتحمل فيها الضغوط. في انديه مش اي لاعب يقدر يلعب في صفوفها وده اعتقد بيحصل في كل موجود موجود في العالم كله موجود لان انا ما في لعيبه صدفتنا في مشوارنا ما قدرتش تستحمل انها تكون موجوده رغم ان انت مثلا ممكن تكون متنبئ ان هو هيبقى جامد جدا ممكن ده امر طبيعي لكن في النهايه هو مش قادر يواكب ده هو مش قادر يواكب التدريبات اللي موجوده هنا. ما هو برضو المساله هو التدريب بتاع سين زي التدريب بتاع صد. لا طبعا بالظبط صح. ما هو انا برضو عشان المساله ما دي فروق فرديه ما هو انا مش لا المدرب هو كل حاجه ولا المتعاقد هو كل حاجه. لا ما هو في لعيب طرف هو وطرف اصيل في الموضوع تمام. ربما لا يتناغم مع المدرب لا يتناغم مع الطرق الفنيه اللي موجوده لا يتناغم تدريبيا لا يتناغم نفسيا. طيب عشان احنا رحنا لملف اخر وعايزين نركز شويه على النادي الاهلي ونتكلم على الجانب المحلي وبالتحديد الاهلي خلاص يعني يعتبر ماشي بشكل جيد جدا. هل بتشوف نسب الاهلي في الفوز ببطوله الدوري ممكن تقدر تحددها من دلوقتي ولا لسه بدري؟ لا الدنيا ماشيه. الدنيا ماشيه في طريقها يعني ما فيش حاجه يعني اصل المنافسه بتتحسب ازاي؟ النهارده يعني يبقى الفارق في النقاط قليل. موضوع ان انا هيبقى فارق في النقاط 12 او 13 وبعدين هنلحق بعض والكلام ده وارد في الكوره مش ما حصل قبل كده والاهلي عملها لكن نوعيه الاستقرار هي اللي بتخلق المنافسه. طب انا هسال حضرتك سؤالين بشكل سريع. ليفربول حسم الدوري ولا لا في انجلترا؟ ما تقدرش تقول برضه حتى لو الفرق 19 نقطه ما تقدرش تقول هو ويورجن كلوب طلع الكلام ده كده لا ما لا في احتفالات ولا في كده ولا في اي حاجه طبعا. احنا لسه بدري. نفس الحال بالنسبه للدوري المصري برضه بالظبط موجود طبعًا. ولازم تبقى فيه منافسه عشان يبقى فيه كوره صح.
ما انا مش قاعد بتفرج على الاهلي بس طول الوقت. بس هو مش بيبقى ذنب النادي المتصدر، النادي المتصدر بيتشغل صح، ماشي صح، هو ده انا عايز كل اللي ماشي يمشي زي المتصدر. أيوة انا عايز كده عشان يبقى في منافسه، يبقى في حاجه، يبقى في كوره حقيقيه، يبقى طيب. في حياه. اللي جاي بقى مهم قوي بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه النجم الساحلي وموقف يمكن معقد شويه، مش عايز اقول معقد، في منافسه قويه جدا في دور المجموعات، بالتحديد المجموعه اللي بتضم الاهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني، منافسه ما بينهم شرسه جدا. بتشوف اهميه المباراه اللي جايه ازاي ومتوقعاتك، وخصوصا ايضا هيبقى قبلها بيوم في ماتش الهلال والبلاتينيوم، وايضا نتيجته هتفرق بشكل المنافسه في الجوله الاخيره، رايك ايه؟ انا شايف ان الاهلي تعرض كتير لمثل هذه المواقف وكان جدير بيها وانصف جمهوره وانصف ذاته وقدم ايجابيه في المباريات واخد الثلاث نقاط، وده مش اول مره هيتعرض ليها الاهلي ولا هتبقى اخر مره، امر طبيعي جدا وانت ماشي لازم بتتعرض لكبوات في الطريق، لكن انك تتخطيها هي ديت، انك تحول السيناريوهات السيئه الى سيناريوهات ايجابيه، ده مهم جدا. فانا ما عنديش شك في القصه دي، لكن مش بالكلام ده هيتحقق، ده محتاج ال 90 دقيقه جوه الملعب، محتاج لعيبه عندها اصرار كبير جدا انها تحسم الامر مبكرا حتى لا تتعقد المسائل في الدقائق الاخيره بالزبط. بشكل كبير جدا محتاج ان انا حتى ده كمان هيريح اللعيبه كتير في أكيد. المباراه اللي هو يبقى مستقر نفسيا ويقدر يلعب بشكل افضل. لكن مش قلقان، لان مش قلقان، مش قلقان طبعا، لان الكوره عودتنا على كده. لكن في النهايه في ثقه في اللعيبه، في ثقه في جهاز فني، في ثقه كبيره في الاداره انها ممكن بتحتوي المواقف ديت، وهي خصوصا انها مش اول مره تمر على النادي، فما فيش ازمه او ما يخض الجمهور ان هو يقلق على هو البعض. يعني حتى بعض الصحف اتكلمت عن الاهلي فقد بريقه بعد التعادل مع بلاتينيوم، هل الكلام ده منطقي ولا يعني لسه المنافسه موجوده، مش مجرد تعادل فالدنيا خلاص الدنيا تبقى صعبه؟ يعني اذا كانت الناس بتقيس التقييم من ماتش ده احنا بنتكلم في امور محدوده جدا للاسف الشديد، لكن ما اقدرش اقول ان ماتش ابني عليه مستقبل. هو انا لما باخد خطوه او برجع خطوه، هل ده في النهايه ان انا بقول ان ده مش مستقبل؟ لا بالعكس. هو صلاح لما راح تشيلسي وما لعبش، وبعدين لما راح ايطاليا خد خطوه لورا، كان وقع بالظبط، لا بالعكس ورجع تفوق من ورجع من ايطاليا اعتلى الدوري الانجليزي حتى صح. هذه اللحظه صح. فهي المساله مش ان انا يعني انا بضرب يعني بحاول اضرب امثله من اللي موجوده برضه، يعني تقييم البعض للنادي الاهلي بخصوص مباراه او باخرى ده غير منطقي، لازم يكون مجمل فتره كبيره بالنسبه للنادي. زي الناس اللي بتقيم صلاح انه ما حضرش الحفله. بالظبط، ده شق تاني. لا هو ده زي ده. طيب بالتالي حضرتك متفائل ان شاء الله مباراه النجم؟ ان شاء الله. كيف يتعامل النادي الاهلي مع هذه المباراه، وممكن تتوقع مثلا التشكيل يبقى ايه مثلا؟ يعني في ظل غياب رمضان صبحي كان في امل ان هو ممكن يلحق هذه المباراه، لكن في المقابل عندنا مجموعه مميزه من اللاعبين. يعني طول عمر المباراه بين الاهلي واي فريق بتبقى ليها حساسيات خاصه، وما بالك باللقاءات العربيه طبعا، وخصوصا شمال افريقيا بيبقى فيها حساسيه اكتر، خصوصا الكوره ملتهبه هناك جماهيريا، وفي تاريخ طويل ممتد ما بين المنافسه بيننا وبينهم، فامر طبيعي جدا ان المباراه فيها حماس وفيها وغالب عليها طابع القوه وطابع العنف وطابع الجديه في الملعب. مش هتبقى المساله سهله، يعني انت بتلعب مع فرق محترمه، فامر طبيعي ان المنافسه هتبقى منافسه. انت النهارده لما بتلعب قدام اي فريق في دين المجموعه في الدوري بيروح ويجي معاه، مش طبعا المساله ان هو يعني ايه مسلم لك نفسه من اول المباراه، فامر طبيعي ان هنشوف مباراه كويسه، هنشوف مباراه كبيره. هنا اللي الوحيد اللي يقدر يقول مين يلعب ومين يروح ومين ما يروحش المدير الفني. وانا هنا انا هنا بحترم ان 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 صاحب الكلمه الوحيده في القرار مين يلعب مين ما يلعبش هو المدير الفني، لان هو اللي عارف مين يقدر يدي ال 20 دقيقه، مين يقدر يدي ال 30 دقيقه، مين يقدر يدي ال 45 دقيقه، مين يقدر يدي 90 دقيقه كامله. فده مهم جدا ان المدير الفني هو اللي يقول، ايا كان بقى رمضان مش موجود، ما مرت كتير، رمضان عنصر اساسي مهم جدا انه يبقى يكون موجود، لكن
الظروف لا تسمح الاهلي انه بيكسب موجود. ورمضان مش موجود برضه لا وغير كده الظروف مش سامحه خلاص ده انت بتتكلم في طب انت بتتكلم في طب خلاص فامر طبيعي انك انت هتكمل بنفس اللعيبه اللي المدير الفني شايف انها صالحه لهذه المباراه عشان اقدر اقول مين يلعب مين يلعب مش عايز الناس برضه تحمل الامور بعكسها لان لا المشاهد ولا المحلل ولا الصحفي شايف اكتر من المدير الفني صح ده مهم قوي الكلام ده وهو ده شيء احترافي بحت لان انا مارست اداره رياضيه فيعني فاهم يعني ايه ان المدرب هو اللي يقول ده يلعب ده ما يلعبش دي بتاعته هو دي حاجه تخصه هو لكن احنا ممكن نقول المستوى الاداء بتاعه اقل مستوى الاداء ممكن نحلل لكن في النهايه من يشارك دي الكلمه الاولى والاخيره مدير الفني بالتالي رايك ايه في مستر فايلر وعايز اخد رايك كمان في تصريحاته بخصوص صالح جمعه بعد المباراه الاخيره انا شايف ان هو كمدير فني انا مش هقدر احكم عليه محليا مش هتحكم عليه محليا مش هحكم عليه محليا لان الحكم المحلي حكم خادع بمعنى ما عنديش حد ببساطه كده هو الفتوه ما عنديش حد ما هو انا برضو دي حاجه ما دي حاجه بتضايقنا برضو بس في برضو انديه كبيره في الزمالك موجود وبيفوق الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا في بيراميدز برضو ان كانت عظيمه لا فين بيراميدز بتاع زمان مش بتاع السنه اللي فاتت بس برضو لاعبين ممتازين في صفوفه يعني منافسات او مباريات دايما مع بيراميدز بتبقى هي المباراه اللي جايه بالمناسبه للنادي الاهلي كان زمان بيراميدز بيكسب على طول دلوقتي يتعادل يخسر لا بالمناسبه السنه اللي فاتت بيراميدز اتعادل كتير جدا في ظل يعني حتى الامكانيات اللي كانت عنده لا كان لها ظروف كان لها ظروف لكن المنافسه الحقيقيه انا مش شايفها اصل يعني عارف يعني ايه منافسه عارف يعني انت تحس ان بجو كوره غير عادي فبالتالي مش عارف يعني مش عارف تاخد قرار فايلر في الجانب المحلي بتاعه لا 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 مش بقول لك ان لما تيجي تحلله في الدوري تمام ده هيبقى تحليل خادع ليه هو وللنادي الاهلي فهمتك. لكن المقياس التحليلي لفايلر هي افريقيا او المعيار بتاعه صح. هو افريقيا ليه لان المنافسه مختلفه انت داخل منافسه حقيقيه مش منافسه شرفيه لان انا في الدوري المنافسات فيه شرفيه لكن في جانب اخر هو المقاومات الشخصيه هل بتشوف المقاومات الشخصيه لمستر فايلر تتطابق مع ما يتمناه النادي الاهلي اعتقد ان ده جزء من الشخصيات اللي طرق يعني اللي تولت المسؤوليه في النادي الاهلي وليه شخصيه سمة في سواء طبعا ده مهم جدا خلي بالك جزء كبير جدا من اداره المدير الفني شخصيته ممكن يكون فنياته اقل بس لكن الشخصيه القويه فده بدليل يعني مع كامل احترامي مانويل جوزيه تاريخه كله في الاهلي طبعا هو قبل ما يجي لم يكن هناك سي في بشكل كبير جدا لكن جزء من شخصيته وجرأته وقدراته الفنيه برضه ومجموعه اللعيبه اللي معاه التعامل النفسي مع اللاعبين ده كله يعني نجح جوزيه بشكل كبير جدا الامور هنا برضه بتسير بنفس الخطى شايف ان هو افريقيا هي المحك الاساسي ليه ودي اللي هتخلي الناس تقول طب نجدد له طب نقعده طب نروح او هو يحسم اموره بشكل كبير او يعني انه يكمل او يمشي او ما الى ذلك انا شايف ان هي افريقيا هي اللي هي البوابه الحقيقيه للتعبير عن فايلر بالنسبه فيما يخص صالح جمعه القرار ده اتاخر كتير قوي من وجهه نظر حضرتك شايف انه اتاخر انا شايف انه اتاخر كتير قوي يعني الاهلي متعاقد مع صالح جمعه عنده 27 سنه 26 طيب هو مواليد كام؟ لا مش عارف مواليد كام بالتحديد لكن هو 26 اللي انا اعرفه 8 93 93 يعني كسر ال 26 ايوه لسه ما تمش 27 ماشي يعني ما اختلفناش في كام شهر تمام فانت النهارده متعاقد معاه من 2015 تمام اين صالح جمعه من 2015 حتى هذه اللحظه بس بتبقى قرارات فنيه يعني بعض المديرين الفنيين خرجوا صالح جمعه اعاره ورجع تاني اشترك ونجح وتالق وبعد كده هبوط في المستوى ومدير فني اخر يجي يقرر لا انا مش شايف ان هو تالق شايف ان النادي الاهلي اداله فرص كتيره جدا لا يستحقها شايف ان هو خد اكتر من حقه في الكوره شايف ان الاعلام اداله كل الدعم ودي الاول مره بتحصل في الاعلام على فكره ان هو اداله كل الدعم لان كان الاعلام شايف ان في موهبه تمام. وعايز يحافظ عليها لكن اللاعب لم يحافظ على نفسه
صالح طول الفترة اللي فاتت بيدي وعود هو مش قدها. طب أنا مش عايز أتكلم على الجوانب الخاصة بصالح نفسه على قد ما عايز أتكلم على قرار مستر فايلر وحسمه في الموضوع في القصة دي. يا جماعة أنا مش محتاج صالح الجمعة الفترة الجاية، لعيب إمكانياته جيدة جدا لكن مش التركيز المطلوب اللي أنا شايف إن هو مركزه، يكون معايا يدفلي يعني. أنت حقه. النهاردة أنا عندي فرقة، أنا في واحد مش مستفيد بيه، أتعامل معاه إزاي؟ ما هنا برضو جزء كبير جدا من شخصية المدير الفني النهاردة. بالظبط شخصية. أنا مش مستفيد بلطفي، خلاص ممكن لطفي يروح مكان تاني يا جماعة وهو يستفيد وأنا يعني وأنا أستفيد. لكن مسألة إن أنا هفضل أحافظ على لعيبة ما بتدينيش. ربما هو فنيا وبدنيا كويس، هو الراجل قال ذهنيا هو مش معانا. بالظبط. وده شيء يحترم. خلاص ان هو مش مركز. يعني الجانب العاطفي مش موجود عند المدربين الاجانب، يعني بيشوف اللي ده موجود في مصر بس ما شاء الله. بره ما فيش الكلام، بره ما فيش الكلام ده. لكن في كل الاحوال طبعا اكيد بنتمنى كل توفيق لصالح جمعه، يعني سواء خرج اعاره ورجع النادي الاهلي اضافه أيا بكل كان. تاكيد يعني ايا كان انتوا لازم تقولوا كده عشان قناه النادي. لا مش عشان كده والله، دي حقيقه. هو في حد في مصر يختلف عن امكانيات صالح جمعه؟ بص ما هي مساله، اصل احنا النهارده مش بنتكلم على الذهب، تمام، بنتكلم على لاعب حلو اكيد بيأدي فالناس بتعظم له. واقع خلاص شكرا، الموضوع انتهى. لكن مسألة أنا مش هفضل أقول شوية أنه هو أفضل، ما فيش عندي حاجة، أراجع المباريات، أراجع السنوات، المواسم. لا يعني أنا قصدي إحنا بنتكلم على الموهبة، هو عنده الموهبة طبعا موجودة، محتاج أن هي تتقوم بشكل هو أو عنده آخر. هو محتاج أنه يقوم نفسه. بالزبط. هو محتاج أنه يقوم نفسه. نتمنى يا رب كل التوفيق لصالح خلال الفترة اللي جاية يعني في كل الأحوال يعني. طيب عايزين نتكلم شوية عن منتخب مصر النهاردة القرعة، بعد شوية يعني بعد تقريبا نص ساعة من دلوقتي. الكلام على تصفيات كأس العالم وقرعة كأس العالم، بتشوف طبعا ممكن القرعة تصفر عن إيه بالنسبة لمنتخب مصر؟ أنا شايف إن المستويات قريبة، لكن هتروح مع مين وتيجي مع مين دي مسألة صعبة. تتمنى إيه؟ والله أنا مش أنا ضد التمني. ليه؟ لأن التمني بتعود على الكسل. يا سلام لو تيجي دي بقى. فابدا ارسم لنفسي ان انا ايه هقابل الفرق الواقعه وما عادش في حد في افريقيا واقع. صح صح صح. واللي بيقول الكلام واكلمك بامانه والله أكيد شديده أكيد. جدا ما عادش حد فيه في افريقيا واقع. وبعدين لما انا بفكر ان انا بحجم مصر النهارده واقعد اتخيل بقى ان انا ايه مستني بقى ان ايه ان يجي لي الفطيس بتاع المنتخبات الافريقيه، فانا ايه اعتلي مجموعه. بالعكس بالعكس، ده انا لازم اركز بشكل كبير جدا كمدرب كمدير فني. طبعا. لكن احنا بنتكلم كجماهير مثلا او كمتابعين محبين لمنتخب مصر. لا ما سيبك يعني انا مش هقدر اقول برضه، يعني المدير الفني توقع او اتمنى على فكره قبل كده لكن ما علينا. انا مش هقدر اقول كمتابع او كجمهور، انا بحكم شغلتي بقول كصحفي. تمام. ان ما ينفعش ان انا صح. اتمنى ان انا اقابل فلان وسين وصاد. بدليل هقول لحضرتك على حاجه، كابتن شاوي غريب قبل القرعه كان يتمنى ان هو يبقى ضمن المجموعه الثانيه في تصفيات كاس الامم تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد طوكيو. كان بيتمنى ان يبقى في المجموعه الثانيه ولم يتمنى مجموعته وحقق العلامه الكامله في كله. تمام. فهنا ربما انت الاحساس بتاعنا كعاطفيين كشعب عاطفي بيتعامل العاطفه تسود وبنقيس بظروف المنتخب مؤخرا وبنقيس بظروفنا وبتاع يا سلام لو جت ديت ولا راحت ديت طب ما جتش ايه الحل؟ هبقى خلاص هقف هتعطل؟ لا اكيد هشتغل. شايف المنتخب قادر على التاهل لكاس العالم؟ محتاج المنتخب محتاج يتاهل. عندنا المقومات نقدر يعني في دعم موجود وفي ناس موجوده لكن محتاجين دعم عقلي. بمعنى ان نبتعد عن العواطف بشكل كبير جدا. ان الكابتن حسام البدري يتخلى عن العاطفة ويركز بعقلانية شديدة جدا ان هذه هي اخر فرصة له كمدير فني في عالم التدريب، فلابد ان يكون ختامه في عالم التدريب بشكل رائع مع منتخب مصر. اخر فرصة؟ خلاص هي اصل انت مسكت كل حاجة فدي اعلى حاجة. خلاص لو خلاص لا قدر الله هو يعني ناجح في بعض المهمات اللي تولاها يعني زي مع الاهلي مثلا نجح. اي حد بينجح مع الاهلي. طيب في منظومة، طالما في منظومة اي حد هينجح. كويس. اي حد هينجح
كويس. وده جزء مهم، عشان كده بقول لك ان فايلر ما تقدرش تقول عليه دلوقتي بتحكم عليه من الدوري، لازم افريقيا هي اللي تقول، لان دي كمان هترجع للجنه الكوره برضه تقول ده تقول ايه. طب يا جماعه احنا كان هدفنا مع الراجل افريقيا مش الدوري، لكن الدوري الدوري مرحله تانية، لكن مرحله اولى. بس اكيد في اسس اخرى ببني قراري عليها يعني كمسؤول مثلا، عامه يعني والله اعلم ايا كان. ما هو طب كل واحد عنده ترتيبه للامور الاولويات. في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لمستر فايلر افريقيا مع النادي الاهلي ومحليا بالطبع، وكل التوفيق اكيد للكابتن حسام بدري المدير الفني منتخب مصر بعد ما نعرف كمان القرعه بتاعه تصفيات كاس العالم. استاذ لطفي نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. شاكر جدا. شكرا جزيلا استاذ لطفي سعاده الناقد الرياضي الكبير، كان ضيفنا العزيز في حلقة كلام في الميديا النهاردة. دي كانت حلقتنا اليوم، بكرة حلقة جديدة وأخبار عديدة متنوعة عن نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر استعداداته بالتحديد، ومركزين خلاص كلنا في الفترة دي على مباراة النجم الساحلي. إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها. استنونا في حلقة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.